والله حجم الاستثمارات يعني كبيرة جدا. النمو هو مرتبط بقرارات يعني القطاع الخاص نفسه وقرارات أيضا الحكومات الخليجية. هناك شركات وصناديق كبيرة في دول مجلس التعاون محتاجة إلى قرارات يعني سياسية، قرارات رئيسية كبيرة بأن تستثمر في الموانئ والمناطق الحرة و من خلال هذه الدول. هناك أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل، أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل، أعداد كبيرة محتاجة إلى تدريب وتأهيل وتدريب مهني. فهناك يعني كم هائل من القوى العاملة البشرية الوطنية في دول الخليج محتاجة إلى عمل. فنحن يجب أن نركز الآن على خلق الوظائف من خلال المشاريع، طبعا مشاريع الإنتاجية وليست مشاريع يعني عقارية التي لا تخلق أي فرص عمل حقيقة للمواطنين. إذن هل ستقوم الحكومات الخليجية الآن بدعم القطاع الخاص في الدول الخليجية، وما هو الدور الذي تلعبه في الناتج المحلي؟ القطاع الخاص ما محتاج إلى أي دعم، محتاج إرادة سياسية يعني في الاستثمارات البينية هذه. فكل شيء متوفر، بعض القوانين يجب أن تذلل، بعض القوانين يجب أن تطبق في دول مجلس التعاون، وأن تكون البيئة الاستثمارية في كل دولة مشابهة للأخرى وتنافسية، بل هي تكون منافسة يعني. وطبعا التقليل من المعوقات الحدودية، يعني هناك معوقات كبيرة جدا في بين كل الدول، يعني هناك في تفاوت طبعا بين دولة وأخرى. فنتمنى أن هذه طوابير القاطرات اللي على الحدود أن تقلص مساحاتها من 20 كيلو إلى نص كيلو، وحلها بسيط جدا. نتمنى من القائمين على هذه المنافذ الحدودية يعني ضخ أموال أكبر، وأيضا وضع كوادر أكبر في النقاط، فتح نقاط أكثر في كل، وهذا سوف يسهل جدا.